المراقبون يرون في إطلاق فواد شودري يعني تحركا إيجابيا من قبل الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد التي كانت قد احتجزت شودري بتهمة التحريض على مؤسسات الدولة، حيث تم إطلاق سراح فواد شودري بشرط عدم العودة إلى مثل هذه التصريحات المسيئة كما تصفها الحكومة الباكستانية للمؤسسات أو مؤسسات الدولة. هذا التحرك يعني لاقى ترحيبا من قبل حزب حركة العدالة، وأيضا يعني رآه أعضاء حزب حركة العدالة انتصارا للديمقراطية في باكستان، وأيضا بحسب مراقبين يعني يرونه بأنه وسيلة جيدة لتهدئة الوضع السياسي المتأزم في باكستان، والذي يصاحبه كذلك يعني وضع اقتصادي متدهور وحالة أمنية متوترة. إطلاق سراح فواد شودري القيادي في حزب حركة العدالة ووزير الإعلام السابق في حكومة حزب حركة العدالة الذي يتزعمه عمران خان، يأتي بعد احتجازه لمدة تقريبا أسبوع على خلفية يعني ما ذكرناه، وهو الإساءة للجنة الانتخابات وتهديد موظفيها بملاحقتهم أو بملاحقتهم بالطرق القانونية، والذي اعتبرته الحكومة الباكستانية والقضاء الباكستاني بأنه تهديد لأعضاء لجنة الانتخابات، الأمر الذي دعا في حينه إلى اعتقال فواد شوقي نعم. وإلى الإفراج عنه بعد تعهده بعدم العودة لمثل هذه التصريحات.